مليون مبروك لسان داونز نهائي افريقيا، مبروك بطوله افريقيا. بص بقى هنتكلم في كام نقطه كده على السريع. سان داونز بيركز في حاجه، سان داونز ما بيبصش على فريق الخصم هيلعب ازاي ولا بطريقه ايه. سان داونز ماشي بسياسه ان هو راجل بيعمل شغله بيطبقه سواء كسب او خسر، راجل بيلعب بتكتيك معين هينفذه، راجل بيلعب بتشكيل معين هينفذه ايا كان الخصم. سان داونز خلى كل فرق افريقيا تفكير واحد، لما يجي لعب سان داونز يقفل المساحات، ما يلعبش لعب مفتوح، ما يوسعش المساحات بتاعته علشان سان داونز بتخترق كويس جدا. سان داونز بقى لما بتيجي تلعب اي فريق بتلعب لعب مفتوح، تيكي طاقة، بتلعب ضغط هجوم عالي، بتغلط الخصم، بتخلي الخصم ان انا ههاجمك ههاجمك، وبتوصل له ان هو هيخسر. اي فريق لعب سان داونز لما ضغط على سان داونز عالي كان بيهدده وكان بيوصل للجون اكتر من مره، رغم شفنا لما كان سان داونز بيلعب الوداد المغربي في المغرب كان عمل ايه. الوداد المغربي جاله كام فرصه لما هاجم سان داونز وضغط عليها ضغط هجوم عالي، ايه اللي حصل؟ كان بيروح على الجون وكان هيجيب الجون. فبالتالي الوداد ضيع النهائي منه بنقطه واحده، لما خاف على الخساره خسر. الوداد المغربي لما خاف على الخساره خسر. كان لازم الوداد المغربي يهاجم، كان لازم الوداد المغربي ينزل يلعب راس براس حتى لو هيخسر. لو كان عمل كده كان هيجيب جوان، ووقت ما الوداد كان جاب جون كان الوضع هيختلف. يا جماعه مفيش اي فريق بيتهاجم في افريقيا الا لما لازم يدخل في اهداف. الوداد والنادي الاهلي لما هاجم سان داونز خلى سان داونز شكله وحش في الحته الدفاعيه. ده برضو كله ما يمنعش ان سان داونز ماشي بتفكير اللي انا قلت لكم عليه. تفكير سان داونز ماشي كده، واي فريق هيقابلني انا مش هعمل له اعتبار، انا هلعب طريقتي، هلعب تكتيكي، هلعب تشكيلي، ومليش دعوه باي فريق تاني. لكن فرق افريقيا كلها تمن بتلاعب سان داونز، اول حاجه بتفكر فيها تقفيل المساحات، تدافع وتلعب على اجمل مرتده، وده بيضغط الفرق اكتر. مبروك سان داونز، افضل فريق في افريقيا. السلام عليكم.